أكثر كرهتهم صلة قرب يعني قرب من بعيد ولا قرب من بعيد ولا قامت اليوم بلدية الأغواط بانطلاق دورة تكوينية لأعوان الإحصاء الذي يتكون عدده 322 لمدة أسبوع تكوين وأسبوعين لانطلاق عملية الإحصاء، يؤطرهم 11 مؤطر وكذلك 10 مندوبين. تناولنا في اليوم الأول التعريفات هامة، تعريف الإحصاء مفهومه فوائده، وثم انتقلنا إلى إعطاء معلومات بماذا يتحلى عون الإحصاء في جلب المعلومات، ثم تطرقنا إلى تعاريف هامة، وفي المساء تكون تطبيقات على حول محور خصائص البناية، ثم ننتقل إلى خصائص الأفراد. اليوم رانا متواجدين في المركز باش نتلقاو تكوين نظري وتطبيقي فيما يخص عملية الإحصاء للسكان 2022، وإن شاء الله بربي رانا كيما نقولوا رانا ناخذ معلومات واستفدنا.